أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم وأصيب المئات في الحريق الذي شب في معبد بوتينغال جيفي في ولاية كيرالا في جنوب الهند. الحريق اندلع بفعل انفجار العبنرية أثناء احتفال الآلاف من الأشخاص بالعام الهندوسي الجديد. ويقول أحد الأطباء في هذا السياق: إجراءات الأمان لم تؤخذ بعين الاعتبار كما يجب، إلى جانب قوة الألعاب النارية، وطريقة الاحتفال التي تم اعتمادها لا تتلائم مع المكان. رئيس الوزراء الهندي تنقل إلى مكان الحادث، وكان قبل ذلك قد أعرب في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر عن صدمته، وأوضح أنه كان قد أوفد وزير الصحة إلى الولاية. وكان رجال الإطفاء والشرطة قد أمضوا الليلة الماضية في المعبد لإخماد النيران ونقل الجرحى إلى المستشفى. وقد أرجعت بعض المصادر الحريق إلى سقوط أحد الأسهم النارية على كوخ يستخدم لتخزين الألعاب النارية، ما أدى إلى سلسلة انفجارات ضخمة بسبب احتراق الألعاب النارية في الكوخ الواقع وسط المعبد.